نارية. انت نارية؟ اه انا فاير. قولي لي الباستا اللي بالجمبري بتعمليها ازاي؟ لا دي خلطتي السريه دي. انا هقول انت بتعرفي تقولي وانت قولي. لولا الملامه يا هوا لولا الملامه. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت. النهارده حلقه جديده من بودكاست قهوه بلبن، والنهارده معايا ضيفه لذيذه جدا. هي متعدده ومتنوعه المواهب، وانا بذاكرها لقيت عندها يعني حاجات كتير. في حاجات انا عارفاها وفي حاجات مش عارفاها، فتعالوا نعرف اللي انتم مش عارفينه ونشوف اللي انا عارفاه صح ولا غلط. هند عبد الحليم، ازيك يا هند؟ عامله ايه؟ الحمد لله والنبي منوره. والله ده نورك، والله جايه في ميعادك وجايه بدري. أوه. وحاجه اللهم صل على النبي، انت ملتزمه في المواعيد للاسف. لا ليه للاسف؟ حاجه حلوه عشان انا بتعذب في مصر في الموضوع ده. في مصر دي بقى في مصر دي بقى انت كنت في هولندا؟ لا مش قصدي يعني، بس من ساعه ما طلعت كده على الدنيا يعني وفهمت. أيوة. وبتاع، وانا بروح وبقعد استنى الناس في الشغل بقى مع صحابي مع لا بس انا سمعت ان انت اصلا ما كنتيش في مصر، انت كنت في الامارات صح؟ صحيح. انا أوكي. انا مواليد الامارات اصلا. اوكي، فين بس هناك؟ ابو ظبي. اوكي، ام ظبي. طب وكنتي مبسوطه هناك؟ والله بصي يعني عشت هنا وهناك، بس لا كنت دايما مصر بتوحشني، وكنت دايما بحب ارجع وصحابي بقى وعيلتي لا يعني انت اتولدتي هناك ودخلتي مدرستك هناك مش دايما، مش على طول. انا كنت ما بين هنا وما بين هناك يعني، ساعات عشان بابايا كان بيبقى على طول معظم الوقت كان هناك. اوكي، فكنا بنروح بنقعد مثلا سنه هناك سنه هنا سنتين. والله ايه ده؟ سنة إيه؟ هنا. طب ازاي المدرسه؟ ما هنعمل ايه الظروف بقى يعني؟ انت كنت سنه اولى ابتدائي مثلا هناك، ثانيه ابتدائي وثالثه هنا، رابعه ابتدائي هناك. لا ده تشتت عاطفي فظيع. تشتت رهيب. ما هو يعني ده صحابك و بصي في ناس طبعا ما اتغيرتش من وانا صغيره جدا. بس طبعا الموضوع ده اثر عليا بشكل او باخر. في موضوع الاصدقاء والصحاب والتنمر والحاجات. مش عارفه ايه موضوع التنمر ده، انت اتكلمتي عنه كتير جدا. في حد كان بيضايقك؟ طب ليه يا ماما؟ ما اعرفش، بس هو عامه ده موضوع شائع يعني، موضوع التنمر في المدارس والحاجات دي. أيوة. الناس التنمر في المدارس يعني كانوا بيقولوا مثلا البنت دي شاطره قوي يعني، ده ايامنا ده تنمر. الشاطره دي كنا نرد يعني اللي هو الدحيح يعني. ايوه لا مثلا انا لا كان الموضوع بقى مقالب بقى. و طب المقالب هنا اكتر ولا هناك؟ ممكن يبقى هناك اكتر شويه بس. بجد؟ لا بس هنا برضو لا، هنا تعرضت للتنمر وتعرضت لمواقف مش لطيفه بقى يعني في الاثنين. والله في الاثنين دي غريبه جدا. يعني عندي تروما من الموضوع. ما انا خدت بالي عشان اي حد يتنمر على حد ممكن ممكن اقفشه قفشه وحشه جدا يعني. هل بتعتبري اللي انا بعمله تنمر ام تقليد؟ عشان اشوف اروح ولا لا. تقليد طبعا. لا ده انت بتضحكيني جدا. انت قمر. الله يبارك لك. والله انا نفسي تقلديني. الناس بتشوفني متنمره مش بقل، وانا بقعد اقول لهم يا جماعه هو التنمر ده حاجه انا يعني انا برفضها. هو حاجة بس ده أزل المشاعر. أنا مستحيل هبقى بدوس على جرح حد واضحك وضحك، دي حاجة كبيرة قوي. إنما التقليد ده كلنا نتقلد يعني. كلنا. أنت مين بيقولك إن أنت بتتنمري؟ الشعب طبعا. والله عارفه اصلا عارفه الرد يعني. انا مش انا سالت بس زياده تاكيد. مش الناس كومنتس بقى وحاجات كده والسوشيال ميديا طبعا. بس ما حدش بيفهم يعني، لدرجه انا بقول لهم بقعد اطلع الفيديوز بتاعه لبلبه واحمد زكي. ايه المشكله؟ الاساتذه يعني، ما انا بتكلم عادي يا جماعه، احنا قاعدين في البيت هم كلهم اساتذه وعلى راسي. انا بتكلم انه عشان بس قاعدين بنتكلم حبي، عشان اقول لك ما قلتيش استاذ واستاذه. لا بدي بس هنت للكاميرا بقول لهم يعني. فدول اساتذه كبار كان ليهم حفلات بيطلعوا على المسرح وبيقلدوا. الفنان احمد زكي كان بيقلد الفنان عبد الحليم. لا وده دي مالك على فكره ان انت تجيبي شخصيه وتجيبي تفاصيلها او نبره صوتها او ما كانش بيحب عزب شو مثلا. عزب شو والله العظيم وانا صغيره كنت استنى ليالي التلفزيون في القناه الاولى. أيوة. واشوفه هو بيعمل مثلا بيقلد فنان كرم مطوع ولا أيوة. سمير الاسكندري. انا بحب يعني. الحاجات دي انا بشوف دي تالنت، دي موهبه من عند ربنا يعني. وانه حاجه لذيذه وتبقي قاعده بتضحكي وبتنبهري يعني فاهمه. مش ده بقى التنمر اللي بنتكلم عنه. انت ايه نوع التنمر او ايه الموقف اللي حصل
اصلا حاسه ان انت تروماتايزد من التنمر. أوه. لان انت بتقولي انا ولادي هخليهم مستحيل والتنمر اهم كده؟ حاجه قلتيها في 3 انترفيوز. لا يا شيخه والله العظيم والله ما شاء الله عليك. لا خلي بالك. لا لا بسم الله ما شاء الله انا مطبقه عليكي. انا مش عايزه ابارك. فلا انت قلتي انتي امرتيني اوريدي خلاص. حصل. لا انت قلتيها في 3 مرات لما قالوا لك ايه الصفات اللي في ولادك ما تحبيش. طبعا هلغي موضوع التنمر ده تماما. يعني ايه بقى اللي حصل لك عمل لك اللي حصل لي ان انا كنت دايما مثلا اروح مدرسه جديده مثلا في كلاس معين، عشان كده بقول لك هو تسبب في كده ان انا مثلا اروح المدرسه دي ابقى لسه جديده على الكلاس ده يستلموكي بقى استلموني ده سجن يا ماما في السجن بيعمل والله العظيم كده. مش ممكن وتريقه في الرايحه وفي الجايه ومثلا بقى مقالب بقى يعني مره مثلا اتحدث عليا حاجه بتتشرب في المدرسه لزقت لا مش دي المشكله جايه يعني مش دي المشكله جايه انا يفرق معايا لو ميه او حاجه فيها سكر انا فانتا يعني برتقاني فاهمه فكانت طبعا دي بالنسبه لي بس هو غالبا كان لزيز. بيحصل معاكي كده لان انت زي ما بتقولي ما كنتيش ثابته في مكان فانت دخيله عليهم وحتى لو دخيل هو لا يعني هو والله ده سجن انا بشوف كده في افلام اللي فيها بتاعت سجن النساء والحاجات دي لما بيجي زائر السجن جديد ماشي دي ناس في السجن يعني في السجن انا خايفه اتكلم ناس في السجن انا يعني فهم اكيد تصرفاتهم هتبقى في السجناء والله في السجن ولا في السجن صح بس يعني انت في المدرسه غالبا علشان كنت كل مره بتدخلي عليهم ان هم شلل او طب شلل طب انا يعني ايه المشكله طيب ما انا في حالي ما بدافعش عنهم انا بقول لك هو بتفكير الاطفال ممكن يكون ده الموضوع طب هل حصل ان انت بقى كنت في كلاس وقديمه وشفتي واحده جديده داخله بيعملوا معاها كده شفتي حد مكانك مش فاكره قوي الموضوع ده بس حاسه ان انا حتى لو شفت واحده جديده اكيد جه عليا ناس جداد مثلا وانا في مدرسه او حاجه لا كنت اكشلي هقول لك حاجه كنت بفتكر ان هم يعملوا فيها زي ما بيعملوا فيا صح فلاقي رد الفعل حاجه تانية ايه بتشتركي معاهم ولا ايه مش بشترك معاهم لا ببقى في حالي بس بلاقي ان هم ما بيعملوهاش حاجه لا ده انتم مستقصديني بقى بقول لك انا تروماتايزد بسبب الموضوع طب هقول لك حاجه كنت شاطره كنت الى حد ما طب ممكن بيغيروا منك اصل بس مش شاطره يعني مش جهبذ يعني انا ما كنتش يعني جبتي كام في فين كنت ثانويه ولا اي جي ولا امريكان لا كنت ثانويه عامه أيوة. اخر حاجه كنت يعني كنت دخلت بتعليم بريطاني وكنت ناشونال عادي واخر حاجه كانت ثانويه عامه اتخرجت من مدرسه ثانويه عامه ادبي ولا علمي ادبي طبعا حبيبه قلبي تعالي اقعدي جنبي انت ادبي اه طبعا يعني انا اي جي بس جواه ادبي بس جواه ادبي يعني ليتريتشر عربي بتاع لا فيزيكس ولا ماليش انا كنت ادبي جبت في يعني اللي هو التوتال كله 79.5 9 حلو انا جبت والله 88 حاجه كده ما شاء الله ده انت مجتهده لا ده طبعا بالنسبه لاي جي بقول لك كان بي اي جي صعبه اصلا جدا لا ليا واحد صديق جاب 120% 120% 120% فطبعا انا ك 88 رحت فاهمه حضرت له الشنطه مسحت له الشقه يعني اللي انت عايزه يا باشا ايوه 88 و120 ايه الارقام دي 120 ده طب بقى والحاجات المناهيه ما انا ماليش دعوه مثلا يعني بس احنا كنا كويسين والله لا احنا كنا يعني انت طبعا احسن مني عشان اي جي كمان وجايبه كانت صعبه عليا والله العظيم ما كنت فاهمه انا في ايه عارفه فجاه مطلوب منك تفهمي نعم انا يا ابني انا يا بنتي انا عايزه احفظ انا متعوده انت بتحبي الحفظ يعني انا عشان احفظ لازم افهم ايوه ده اكيد والله لو جبت لي اي حاجه ومش فاهماها لو لالي لو اوكي مستحيل لو جمله اوكي مستحيل لو انا مش فاهماها مش مستحيل تحفظي وانت مش فاهمه مش ده قصدي قصدي ملكه الحفظ عندي احسن من ان انا اقعد اذاكر ماث صح يعني هو إيه البني ادمين متقسمين ايوه عشان صح. البشر متقسمين كده ناس بتحب العلمي وناس بتحب الادبي وهي مش بتحب هي قدرات ده وقدرات ده اللي بيحب المسائل والتفكير صعب عليه جدا تديله جغرافيا وتاريخ يعني فاهمه هي ملكه صح. انت كده لازم جداً. تفهمي حتى التاريخ لازم تفهميه عشان تحفظيه يعني انت لو انت جبتي اي قصه تاريخيه لو انت بدماغك ما فهمتيش التسلسل بتاع الاحداث عمرك ما هتحفظيها
مثلا. فكده كده الفهم والحفظ مرتبطين ببعض، بس ما بتكلمش على الفهم، انا بتكلم على القدرات او الملكات. فانا الملكه اللي عندي الحفظ. ولذلك مساعداني النهارده في الشغلانه، اديني سكريبت حذاكر وهحفظ وهقول. بس انت وفي ناس فعلا عندها مشكله في موضوع الحفظ ده، ان هم مهما حصل ما بيعرفوش يحفظوا عيني. ما هي بتبقى على حسب. انت يعني انا ممكن اقول لك انا بنسى كلمات الاغاني وانا بغنيها مع اني حافظاها ألف مره. انا كده بجد مع اني بحفظ كويس جدا. طب اشمعنى بقى في الاغاني وانت كمان بتغني؟ بس انا بقيت كده مؤخرا. اوكي بتنسي. بنسى. اوكي يعني ما كنتش كده، انا كنت اي اغنيه تنزل من انا قد كده احفظها من اول مره. اوكي كاني سمعها 100 مره. بس ما بقتش كده اني مور الاغنيه بقى سمعها 500 مره بقى بجد وحافظاها وعارفه هنا ايه وهنا ايه بالعرب بكل حاجه. وتيجي بقى الكلمه مثلا معينه اروح قايله مثلا اي حاجه تانية اقول ايه الهبل اللي انا بقوله ده. بتقولي كلمه شبهها على نفس الوزن بالظبط. نيني نانونو انا نانونو ده طلع بقى هو مش هو لو نيني لالولو. بس والله الحاجات دي بتبقى لذيذه. فنانين كبار يعني، حاضره حاجه الفنان كبير يعني قريب نسي الكلمات بتاعت اغنيته اللي بيغنيها بقاله 50 سنه. بس هو وارد يعني، اكتشفت انها بتحصل. اصل انا سالت نفسي مره سؤال، قلت انا لو واقفه على مسرح ونسيت الكلمات هعمل ايه، او الناس هتقول عليا ايه او بتاع. لا طلع بيصرف نفسه على نفس الوزن بنفس المفهوم وخلاص. طبعا الناس كلها اللي قاعده تقولش كده يعني الناس غيرانة على الاغنيه. فهو الراجل عداها بس ده كاغنيه. انت ممكن تنسي كلام كاغنيه بس لو انت بتعملي مسرح وفي سكريبت وبتقفي كل يوم على المسرح وبتقولي نفس الحاجه، ممكن يجي لك يوم وتنسي؟ والله انا عملت مره واحده مسرح وكانت الاكسبيرينس ايه حلوه جدا. كنت مرعوبه. لا وايه، انا مش دارسه. فطبعا ان انا هقف على مسرح الوقفه بالسكتات بالافيه يعني كانت حاجه كوميديه وحلوه قوي. فانا عارفه ان اكتشفت ان في سينك معين لو قلت الافيه قبله او بعده مش هيجيب ضحك. المسرح في الكوميدي صعب جدا في المسرح. اكتشفت لما طلعت عليه بقى حسيت بانطلاق كان ده كان مكاني وانا ما اعرفش. شفتي الحريه؟ لا شفتي كانك طايره. طايره كانك والله طايره. احساس المسرح ده كنت دايما اسمعه بس عمري ما كنت فهمته. احلى احساس في الدنيا بصراحه. في كبرفورمانس ان انت تستمتعي وانت بتمثلي بجد كممثله هو المسرح. كنت دايما اسمع يقول لك اشتغلت مسرح اشتغلتش، لو ما اشتغلتش يبقى انت ما اشتغلتش. اسمع حدش هيقول لك كات، ما حدش هيقول لك معلش اصل الجمله دي الصوت مش عارفه ايه عيدي تاني، ما حدش هيقول لك. انت فاهمه قصدي؟ انت بتخشي بتشوتي بتعيشي كل حاجه بتبقى حقيقيه، بتاخدي اون ذا سبوت. لو عملتي بتاخدي سكسيف وقتها بيبقى احساس فظيع. احساس السكسيف وقتها ده بقى يا خرابي يا خرابي على الحلاوه. حلو جدا. ده ايه ده اصلا؟ لما الناس كمان لو انت عندك لازمه بتتكلمي وعندك كلمه حاجه بتعيديها فبتيجي على المره الرابعه الناس بتقول اللي انت بتقوليه. ايوه دي احلى حاجه. ايوه احلى حاجه. لا والمسرح حلو جدا صراحه. انت اخذتي جايزه جايزه احسن ممثله صاعده في المهرجان القومي المسرح المصري في 2015. كنت اول مره اقف على المسرح برضو وكنت ما كنتيش دارسه. انت درستي؟ لا انا في المسرحيه. انت في فنون مسرحيه اصلا؟ اوكي يعني انت كنت يعني دارسه في جامعه تانية وبعد كده حولت فنون مسرحيه. اوكي ودي كانت اول سنه ليا وكنت اول مره اقف على المسرح. اوكي وكان ده كان حلم من احلامي ان انا اعمل حاجه ميوزيكال. انت كنت بتقولي انك عملتي حاجه ميوزيكال وكنت مبسوطه قوي بالاكسبيرينس دي. انت كنت بتغني يعني هو انت بغني. كنت بتغني وكل الناس اللي معاكي بيغنوا المسرحيه العرض كله كان ميوزيكال. ده احلى بس كان لغه عربيه بقى. وده كان تشالنج بالنسبه لي فظيعه لان كانت لغه عربيه فصحى ترجمه يوناني. ف انا كنت بقى مستوره يعني اسمها انتيجون. فكان بالنسبه لي بقى challenge. ايه تشالنج بنت لذينة. حتى مخرج كان تامر كرم مخرج مسرح بحبه جدا فظيع. عمل فظيع. تامر الملك لير كمان. عمل كينج لير طبعا استاذ دكتور يحيى الفخراني. يا له انا رحتها مرتين والله. كانت جميله. ما هي طبعا اكيد خطيره. هو مخرج كمان شاطر. تامر شاطر قوي.
وكان من اول مكتشفيني يعني، هو غامر برضو بيا ان انا جاب واحده ما عندهاش لسه اول سنه واول ترم في المعهد وما لا افقه شيء، وبعدين جه جرب بس هو عارف ان انا بغني وعايز واحده صوتها حلو. هو ده انا كنت اقول لك، هو كمان كان عارف ان انت عندك قدرات اكبر، ما هو عايز واحده بتغني وبتمثل واستعراض ومش عارفه ايه، لان العرض كله ميوزيكال. انت دخلتي اولى 2015 واختاروكي للمسرح 2015. اه اوكي، في نفس هي في اول ترم. فحتى هو يا عيني فقد الامل جدا لما خلاني اقرا جمله كده، فطبعا ما يعني ولا تشكيل ولا ما تشكيلش ولا اي حاجه، ما ضايعه. حتى بقيت بعد كده برمي على نفسي لما باجي اقرا اقول له ايه ده الليمبي، فاللي هو بقرا الكلام حاجات غريبه بتطلع فتحه كسره والكسره ضمه، مفيش. بس طبعا انا كنت بنام وانا حضن الورق كده والله العظيم حضنه وباكله، عشان خلاص دي كانت تشالنج بالنسبه لي ان انا لازم اقف اعمل حاجه بقى، ده حلم من احلامي. والحمد لله ربنا كرم يعني ساعتها وخدت الجائزه الحمد لله. بدأتي قد ايه؟ عرضتي كم مره؟ 120 كان 120 مره 120 ليله. لا والله العظيم. دي كم سنه دي؟ هي فضلت كذا شهر كل يوم كل يوم، وكان ساعتها اجازه المسرح كان مسرح دوله، فكان الاجازه بتاعتنا يوم ثلاث، حتى ساعات كان يوم الثلاث بنفتحه من كتر ما كان في اقبال، ده اقبال على انتيجون، وفي ناس كانت بتيجي مره واثنين وثلاثه واربعه وحافظين بقى الحاجات بالمالديز بكل حاجه. الله والنبي انا بحب الحاجه دي قوي. عملوا مسرح اللي حضرتها الوحيده اللي حضرتها ميوزيكال كان اسمها ليلى تقريبا، عارفاها؟ كان اسمها ليلى. ليلى كانت بتغني فيها زهره. ايوه انا فاكره تقريبا عرض كان اسمه كده، كان عرض اسمه ليلى. بصي ده الوحيد اللي حضرته بس ما كانش لغه عربيه، بس كان حلو جدا، انا كنت مستمتعه قوي وقاعده عامله كده ونفسي ادخل اقول لهم وسعوا عايزه اعمل اي حاجه هنا. ايوه يعني تحسي ان انت عايزه تنزلي بايدك بتاكلك رجلك بتاكلك كل حاجه، فاهمه اللي هو انا عايزه اقوم. طب عايز اسال حاجه، انت الغنى ساعتها مش بيبقى لايف صح؟ انتوا بتبقوا مسجل لايف؟ انا المسرحيات اللي عملتها ميوزيكال اللي عملت اثنين كنت بغني لايف كل يوم، بس النهجان مع الحركه طب ده متعب يعني؟ متعب بس ممتع يعني. طبعا كان بيجي لي اوقات كنت ببقى ميته، وبعدين لما بقيت اصور كمان كان بيبقى الموضوع صعب جدا. قصدي على ادائك يعني، هل هو اصلا كان مطلوب منك انك تبقي مسجله او يعني بيديكي الاوبشن، ولا هو مفيش اوبشن انت هتبقي بتغني لايف؟ لا احنا كنا ما كانش بيبقى فيه الاوبشن، مش عشان حاجه، عشان الموضوع يبقى حقيقي. وكل الميوزيشنز كل الالات الحاجات كلها لايف، كله كان بيلعب لايف واحنا بنغني لايف. اوكي ما كنتش عارفه دي، مع التمثيل مع الحركه مع كل حاجه. يمكن في المسرحيات التانية عشان تحس عادي، دلوقتي بقى بلاي باك في حاجات كتيره ما حدش بيغني لايف، صعبه. يعني زمان انا فاكره ايام مسرحيه مدرسه المشاغبين كانوا في الفرقه تحت، كان في راجل بيلعب على اتنين كيبورد في نفس الوقت وبتاعه لايف وكده، وكان بهجة الأباصيري كان فنان عادل إمام كان بيغني وكان صوته مزكم وتبين انه عيان حبيبي وبيغني بجد وصوته فيه يعني زكام كده، بس حتى اقول يا عيني ما كانش عندهم اوبشن بلاي باك زمان، ما كانش فيه الامكانيات كانت لسه، بس احنا لا كان عندنا الامكانيات، بس دلوقتي في الامكانيات، بس انتوا اللي عايزين الموضوع يطلع كنا بنبقى عاملين كده، وتامر كان بيبقى عايز يبقى كده بصراحه، وطبعا كنا حاطين مايك طبعا يعني مش كمان بقى هنقعد ننتع بقى ونقول انا قعدت السبع بس بنحط مايك اللي هو ده مايك يعني، يا اما بيتركب كده، بس كان بيبقى فيه مايك لانه لازم، احنا كنا كل يوم ولايف وبتاع فاكيد لازم مايك حاجه. لا هو طبعا لازم فيه مايك، انا مش قصدي كده، انا قصدي فكره انك تنتعي في قلبك وتغني. وكان في ايام ببقى عيانه وعم زكمه، ما هو ده اللي انا بساله، ببقى ميته في الكواليس اول ما بطلع الادرينالين بيطلع يقولوا لي انت واحده ثانيه. ايوه يعني جوه الكالوس حاجه، بره على المسرح فجاه بتلاقي. انا فاكره اول ليله عرض في حياتي اعمل يعني المسرحيه، فانا كنت في البروفوت اقل من الحقيقه، يعني بيقولوا لي عمرنا ما شفنا حد في الحقيقه بيعمل احسن من البروفا، عشان لقيت في ناس بقى انت عارفه ان انا كده
انا في العرض، انا في العرض الطبيعي ببقى احسن من البروفا طبعا، لان البروفا في بروفات طبعا بحس فيها جدا وبأدي فيها كويس قوي، بس في العرض ده بقى الواحد بيتحول مسؤوليه، اصل خلاص انت طالعه بقى تعرضي والناس كلها هتشوفك وبتاع فلازم تثبتي بقى حاجه، فبيبقى كل حاجه بقى موجوده. طب انت حصل دروب وانت بتذاكري مع او في الكلاسز، ولا هم كانوا مقدرين يعني في يعني كنت بحاول اعمل بالانس على قد ما اقدر، بس اكيد حصل طبعا مشاكل يعني. اكيد حصل شويه حاجات، اصل انا مش من الناس دي، انا ما اعرفش اعمل يعني، صعب. عندي مسؤوليتين في نفس الوقت. لا انا بعد كده ابتديت اصور، بقيت باجل يعني لو مش هعرف ابقى متواجده واحضر وكده، عشان احنا معظم الحاجات اللي عندنا كمان براكتيكال عمليه، فبرضه محتاجين بروفات ومحتاجين حاجات، فاللي هو انا ما كنتش، لو انا مش هقدر ابقى متواجده خلاص هاجل. بس انت كنت عامله حاجه لذيذه بقى، ان انت بتعملي العملي قبل ما هي بتفرض عليكي، يعني انت اكيد وانت في المسرح عملتي حاجات كانت هتطلب منك في سنه تانية وتالتة، يعني انت سبقتي بخبره. بصي بصراحه انا دي حاجه ساعدتني جدا طبعاً. سبحان الله يعني كانك نزلتي اشتغلتي في ورشه بالظبط وانت بتدرسي ميكانيكا، صح؟ فانت اوريدي مسكتي بايدك. صح جدا، صح جدا. ده حصل معايا، وبعتبر نفسي من الناس الحمد لله، الحمد لله محظوظين في في حاجه زي دي يعني. بس اقول لك على حاجه، انا اجتهدت جدا لان انا كان ممكن اعمل كده وافشل. تجربه بالنسبه لي كانت صعبه. هو اكيد انت اجتهدتي. اجتهدت جدا والله، ربنا عالم، فاهمه قصدي؟ وهو ربنا مش بيضيع التعب، ربنا كافئني بقى، لان انت التعب اللي انت عملتيه ده اترد بعد كده بالظبط باشكال كتيره قوي، منها ان انت ربنا كرمك بعد كده في وقت قليل وسن صغير بادوار حلوه وكتير، فاكيد ربنا يعني شلك المجهود ده واداهولك في حاجه تانية يعني. بس ما بقاش فيه الشغف بتاع الاول. انت ما بقاش عندك شغف زي الاول؟ احنا ما لحقناش يا ماما. شغف ايه؟ ما بقاش شغف ايه والله. والله مش عايزه الكلام بصراحه. يعني كنت، كان عندي بقى الباشن ده واعمل وبتاع ومش عارفه ايه، دلوقتي كل حاجه محاطه حواليا انا بتاثر جدا. انت شخصيه سنسيتيف قوي. انا شخصيه سنسيتيف. فايه بقى حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ يعني انا زميلتك في نفس دي حاجه حلوه على فكره. لا انا شايفه انها حاجه حلوه، لان البني ادم السنسيتيف ده بيحس باللي حواليه. فمعلش ما تجيش بقى تتعبي قوي. انت كهند بتتعبي قوي. بتعب بس طيب. ربنا خلقني كده. ما ربنا خلقك كده، بس انا ساعات ببقى عايزه ادوس على الحته دي شويه واقوى. ما اكيد ده بيحصل معايا يعني، اكيد انا برضو بيجيلي اوقات بحاول اعمل كده. اصل ما حدش بيدفع ثمن الحساسيه غيرك انت طبعا. فبحاول اللي هو ايه، اشد نفسي كده واشفى بطني واقول يلا اشفى. انا حابه بجد. هو ده بيحصل لي على فكره، في اوقات بتصيب وفي اوقات بتخيب يعني. في اوقات بتيجي مظبوطه ان انت تعرفي تتملكي نفسك وتقوي كده لو في حاجات حواليكي بتشجعك. اوكي طبعا. وفي اوقات والله لو ايه انت هتقعي دلوقتي وهتعيطي ده حقيقي وهتتضايقي جدا وبانيك اتاكس بقى وحاجات كده. عديت بكل. انت برج ايه يا ماما؟ انت هوائيه؟ انت برج ايه؟ لا مش دلو. طيب ماما الدلو هوائي. لا جاز تاني كده ليكي. طب انت مش هوائيه؟ لا غريبه قوي، انت شبه بس انا مودي بس مش هوائيه. تصدقي اديكي العقرب ولا مائيه؟ الله نارية. في تربية بس ماشي. نارية مين؟ أنا نارية. أنا نارية. أنت نارية؟ أنا فاير. خلاص قولي بقى. حمل. والله العظيم. والله. بس أنت ترمي جوزاء. لا إله إلا الله. دلو. ميزان. عشان هوائية يعني؟ عشان 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 مودي. مش عارفه انت. انا مودي جدا. انا وانا بتفرج على كل الحاجات اللي انت طلعتي فيها انا ما حسيتكيش خالص 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 غير هوائيه. اشمعنى؟ مش عارفه اشمعنى وانت بتتفرجي على الانترفيوز عشان اعرفك. ايوه ايه اللي حسيتيه كومن في موضوع ان انا حسيتك في موضوع السنسيتيفيتي والكيرنج قوي، انت
انت شخصيه كيرنج قوي على اللي حواليكي، عايزاهم يبقوا طول الوقت مبسوطين ومرتاحين، تحاولي تعملي لهم كل نفسهم فيه، بتقدمي كل اللي انت دكتوره نفسيه بقى ولا ايه؟ لا بقولك زي بقولك مطبقه يا امي ما شاء الله عليكي مطبقه ده ايه الجمال ده؟ لا عارفه انت بتتكلمي ازاي مظبوط. كملي. بس ما فكرتش افتح اشوف المولوده يعني في اني وقت عشان اعرف، قلت هسالك يعني ما نتقابل. انا حمل والحمل بيبقى اصحاب جدا الابراج الهوائيه باي ذا واي، يمكن عشان كده عشان انا جوزائي. انت جوزاء؟ انا بقول لك بيبقى صحابي جدا. أيوه. ميزان صحابي جدا، دلو صحابي جدا. ما انا برضو بقى صحابي دول دول مين دول؟ هم الميزان والدلو. احنا بنلاقي بعض عشان اير مع بعض. بس قصدي انا كفاير صحابي جدا جوزاء والميزان والدلو، بنتفق جدا. تولعوا في المكان بلا ده هوا بقى مع نار وايه لو اتلمينا على بعض يعني كوارث كوارث بجد معنى الكلمه. بنشجع بعض جدا بجد. انت مش بقى والله انت ما عندكيش صحاب حمل خالص؟ قليلين والله مش كتير. بس ان شاء الله كسبنا واحده. حبيبي الشرف ليا، الشرف ليا حبيبي. بس هو فعلا بنشجع بعض جدا يعني ممكن نبقى بارتنرز ان كرايم. يلا بينا حمل جوزاء والله العظيم عايزه اولع حمل ميزان بارتنرز ان كرايم يعني نعمل مصايب عادي جدا. ماشي بس. خلينا في الباشن اللي اختفى واشوف انا موضوع الكرايم ده بعد الحلقه نشوف هنذبح مين. الباشن ليه بيقل يعني لما الواحد بيوصل لمرحله ان هو بيشتغل كويس ومع ناس مهمه وبيعمل ادوار الناس تفتكرها ولما يمشي في الشارع الناس تعرفه ولما يحس انه مجهوده ما راحش على الفاضي وانه درس اللي بيحبه وبيعمل الشغلانه اللي بيحبها، ليه يحس ان الباشن بيقل مش بيزيد؟ عشان اكيد في حاجه غلط، اكيد الظروف مش ضابطه. عملت حاجات كويسه في وقت كويس جدا مع ناس مهمه جدا وقت قصير وكنت صغيره كنت اصغر. طيب بس دلوقتي لا الدنيا مش زي الاول خالص معايا خالص. هو يمكن الواحد وهو بيكبر الانترست بتاعته بتتغير مع الوقت. لا انا لسه الباشن بتاعي في التمثيل والغنى. كويس. الباشن ما تغيرش لسه موجود في مكانه صح. ما بقيتش احب حاجه تانية مثلا. ما هو ده انا بساله يمكن عشان وانت صغيره خدتي قرار فانت دلوقتي مش ده اللي اقصده. عايزه افهم. اقصد ان انا يعني بحب التمثيل جدا ولسه عندي حاجات كتيره جدا 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 ما عملتهاش وطلعتهاش خالص بجد والله. بس الدنيا مش مساعده يعني. انا كنت محظوظه في الاول. بعد كده الدنيا اتغيرت. ما هو مش لازم انا اللي اتغير، ممكن تبقى الظروف اللي حواليك اتغيرت. ماشي. انت بتتكلمي على الـ 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 الوسط نفسه ان انت مش مرتاحه في الجو بتاعه. يعني انا ما بقتش في الجو بتاعه قوي اصلا يعني. انا عارفه انت مش انفولد قوي يعني. طبعا بحاول بس يعني تعالي ابسطها لك يعني. إيه مثلا انت لو كان بيتعرض عليكي 10 اعمال في السنه وبتقبليهم، انت دلوقتي تفضلي تعملي 2 وانت مرتاحه ومبسوطه مثلا؟ بس لما يجي لي 2 كويسين. اوكي. يعني انت مش في مرحله ان انت هتقبلي عشان ده شغل، انت هتقبلي عشان انا عايزه اعمل ده وده عاجبني وبسط. لا في حاجات بقبلها ممكن عشان شغل، عشان ابقى محتاجه اشتغل، بس مش هبقى مبسوطه بيها. مثلا ايه اللي يبسطك وانت بتقبلي؟ اكيد لما تبقى العناصر كويسه بالنسبه لي مكتمله. مخرج شاطر، كاست حلو، ورق حلو، ورق حلو، شخصيه جديده عليا مختلفه، ان حد يشوفني في حته ثانيه مختلفه. يعني انا لما كنت بعمل مثلا ازمه منتصف العمر، انا دور سلمى ده من احلى ادوار حياتي. حلو جدا. من احلى جداً. ادوار حياتي. وانا بحب سلمى جدا جدا مع انها تعبتني جدا نفسيا. يعني من الحاجات اللي عملت في شيفتنج بوينت في حياتي بجد؟ بسبب شخصية سلمى. بجد؟ أثرت عليا جدا. ليه؟ ليه تروحي بيها؟ تعبتني. لبستني. ما عرفش. لبستني. لبستني وكنت عايشة بيها. كنا من في لبنان. كنت عايش سلمى. كنت ساعات بفصل هند طبعا في الهزار والتهريج ومش عارفة ايه وبتاع، لأن انا بحب الهلس جدا والتفاهة. بس تلاقيني معظم الوقت سلمى وهي لبستني لبسة متوحشة. انت معظم ادوارك انت بتعيطي، انت مكتئبة، انت زعلانة. لا ده حلو. ما هو جايبني بقى ايه؟ ما هم كل ما حد بيكلمني يقول له جايبني ايه، مدمنة؟
جايبيني كئيبه هات اللي عندك جايبيني مجنونه ما انتوا مش شايفيني غير كده خلاص والله كل واحد والله كل واحد بيتحسر في الدور اللي ده مش صح. انا بقول كده ده مش صح لان المفروض يا جماعه ان الممثل الشاطر خامه انت بتشكل المفروض تشكلها بقى والحلو ان انت تاخده تحطه في حته تانية تطلعه بشكل مختلف فالناس تقول لا ما هو انت على فكره تاخد كريدت قليل قوي بقى ما هو ده اللي انا قلته محدش بيقول عايز ريسك انا قلته عن مثلا مخرج شاكر خضير أوه. انا قلت لهم لما هو فكر يجيب محمود الليسي ويخليه يعمل دور اللي هو كان مع ريهام عبد الغفور خليه يعمل دور بدل ما هو بتاع اسن قال اللي بيضحكنا وبيوقعنا دور جد دور جد وعمله حلو الناس كلها بصت لليسي والشكل لشاكر خضير انه انت تحديت الشكل اللي الناس مطلعه بيه ليسي وخليته حاجه تانية الناس تصدقها وفتحت له باب تاني غير اللي الناس بتشوفه بيه بس للاسف مش كل المخرجين يقدروا ياخدوا الريسك دي لانه مفيش وقت لانه الواحد يعني هم من وجهة نظرهم ممكن مفيش وقت ان انا لسه هشوف انت هتعرف تديني ده او لا او الناس هتصدقك او لا ده حاجة عشان كده دي حاجة تخليكي تفقدي الشغف وتفقدي الامل وتخليكي برضو اللي هو بس أنا في مخرجين تانيين يعني هقولك انا بس انا يعني انا لما كريم العدل جي قال لي على المسلسل بتاع ازمة منتصف العمر انا لما قريت الدور انا كان ساعتها كان 5 حلقات ومشاهدي مش كتير على فكره الدور مش كبير بس دور سلمى هو كان مفروض انا حاسه اني شفت دور سلمى انا حبيته كتير. قوي مش بحجم الدور مش بحجمه بالظبط انا هفرض نفسي الشخصيه دي هعملها ازاي هل لما هتطلع هتاثر على الناس فعلا ولا ايه ممكن اطلع مره بس الناس تقول ده ايه ده فاهمه وكمان انت ساعدك شكلك انت شكلك حقيقي يعني انت ما عندكيش تفاصيل في وشك تخليني احس ان انت يعني انت وانت مش حاطه ميك اب وضربه الكابيشو ولابسه ما اعرفش ايه كنت بحط ميك اب بالعكس كنت بسود تحت عينيا كمان كان باين ان انت انا شايفه واحده مدمنه شخص ومخدرات يعني انت كنت باين او خليتيني احس ان انت واحده انت مش انت مدمنه حقيقي لكل حاجه بترتبطي بيها كنت بتبسط على فكره ما بيقولوا سلمى الشمامه ولا سلمى المدمنه ولا سلمى كنت بتبسط جدا ان الناس تصدق كذا حد قال لي احنا كنا بنحس ان احنا عايزين ناخدك نحميكي بجد بجد كنت بتبسط قوي طيب. انا هو ده اللي انا عايزه اوصله طبعا انا مبسوطه ان ده وصل لكم طبعا طبعا هو انت دلوقتي انت برغم ان ده دور من ضمن الادوار اللي احنا بنسميها تحت مسمى الكآبه او لا بس انت عملتيه حلوه قوي بحبه قوي حلوه قوي حلوه قوي فخلينا نقول مش شرط يبقى كوميدي وتراجيدي تعالي نقول ان دور حلو مكتوب مظبوط طالع حلو على الشاشه انت صدقتيه فالناس صدقته زهقت من فكره ان البنت الكيوت اللي مش عارفه ايه مامي وبوبي اللي في الجامعه اللي مش عارفه ايه اللي بتلبس حلو قوي اللي بتروح بس انت مع الفنان عادل امام برضو كنت عامله دور مدمنه برضو ديلر وبارتندر بس كان مختلف عن ده كان مختلف مع خلص. ان ده مدمنه وده مدمنه لا ده حاجه تانية طيب دي بتضرب حقن دي بتشم بودره بغض النظر انا ما حسيتش انها نفس لا ما في تفاصيل مذاكره مهمه ايوه بس مش نفس ما هو مدمنه ومدمنه ممكن كنت تاديهم بنفس الطريقه بس انت عرفتي تادي هنا بطريقه وهنا بطريقه ايوه لا ده ليه احساس وحاجات طيب ودراسه تانية خالص مدمنة. وده ليه احساس تاني ليهم حق يجيبوني مدمنه عشان انت عارفه الموضوع صعب وتشالنجينج عايز العب طبعا بس بقى جو البنت الكيوت اللي بتروح الجامعه وتكلم صحابها وتقول بابي ومامي هند والنبي اصل الحاجات دي برضو انا تعبت يا جايلان تعبت يعني مش قصدي والله طبعا فهمك. بس خلاص انا اتحطيت في الحته دي على طول اتحطيتي فيها كتير وتحطي في حاجات تانية وان شاء الله اللي جاي هيبقى مختلف بس في الاخر انت موجوده يعني انت شايفه كده طبعا لا انا حاسه بقى لي فتره مش موجوده خالص لا ما هو انت خلي بالك العدد بتاع الحاجات اللي انت عملتيها كان لا باس به بيتعرض طول الوقت اصل خلي بالك هو الممثل برضو مش بالنسبه للناس ما بيشوفوش زينا يعني مثلا انت بتقولي ان طلعت 7 مشاهد في ايه ولا 5 مشاهد في ازمه منتصف لا انا بقول لك كان 5 حلقات ما كانش كل الحلقات وكان مش طالعه كتير طيب تعالي نقول المسلسل ده عبارة عن 1000 مشهد انت طلعتي في 90 مثلا انا كجايلين لما اتفرجت على المسلسل على بعضه انت طلعتي في 900
المشاهد بالنسبه لجايلان انا طلعت مشاهد، انا مشاهد دلوقتي مش آه زميله آه 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 انا بتفرج عليك. الناس بتشوفك كده، الناس بتشوفك طلعتي في المسلسل واحده من الابطال المين، مش بيشوفوا ان انت طلعتي قليل. نفس الحكايه في الاعمال، انت عملتي على مدار ما بداتي تشتغلي لحد النهارده مثلا 10 مسلسلات، العشر مسلسلات دول في خمسه وانت مش عارفه على جميع القنوات بيتعرضوا بشكل كده، فانت موجوده بس مش حاسه. انا فاهمه قصدك، انا بقولك بالنسبه للناس مش بالنسبه لحساباتنا احنا. انا بقى بالنسبه لي انا في حاجات عايزه اعملها في. طيب يا هند انت صغيره وبداتي اصلا صغيره، انت بتكسفي تقولي سن؟ ربنا يبارك لك. لا تديني كام سنه ما عنديش اي مشكله على فكره. 31 32 32 انت قد اختي بالظبط. 32 سنه انت بداتي في وقت صغير، ربنا اداكي الفرصه الحلوه ان انت تعملي حاجات ناس في سنك واكبر ما جالهمش الفرصه ان هم يعملوها. الحمد لله. وكان حظك حلو في حاجات وقابلتي ناس وقفتي قدام ناس مهمه وطلعتي في برامج كبيره وعملتي انترفيوز حلوه، ويعني انت في حته الحمد لله بالنسبه لناس كتيره قوي تتمناها. بس الفكره ان الواحد بيوصل لحته معينه من النجاح او انه ما اتعرف، او هو انت خلصتي حاجات كتير قوي، شطبتي على حاجات كتير قوي بدري. فانت النهارده مش زهقتي بس انت عايزه واتس نيكست وايه اللي جاي مختلف. وده طبيعي، ده طبيعي جدا لانك عملتي الحاجات اللي في سنك وفي وقتك ما لسه ما حققهاش. ايوه قصدي ان انا مش عايزه حاجه زياده او عايزه حاجه مستحيله، انت عايزه حاجه مختلفه. عايزه حاجه مختلفه هتحصل لان انت رصيدك حاجات لسه عايزه اعملها، عايزه اطلعها، عايزه. ايوه بس انا اللي عايزه اطمنك منه يعني انت رصيدك يسمح باللي جاي يبقى مختلف، لان انت الناس شافتك. ربنا يبارك لك. الله يخليكي، انا مش بجاملك والله، انا بقول لك انت عملتي حاجات كتير والله. انت عملتي حاجات كتير حلوه فالناس عرفت قدراتك. اللي جاي بقى ان انت خلي بالك مع السن والوقت، كل ما بتكبري كل ما شكلك بيتغير وبتبداي تاخدي، مش هتاخدي طول الوقت نفس البنت. بمناسبه التغيير، الفتره دي انا تخنانه عن الاول، عن اول ما طبعا ودي بدأت حاجة حلوة. لا مش لكل الناس، في ناس بيقولوا ان انا اتخنت وحشيت. لا انت مش تخنانه. في ناس بيقولوا ان انا عملت حاجات في وشي. لا انا مش شايفك عامله حاجه في وشك خالص، عشان كده لسه بقول لك انا ما بعملش حاجه في وشي. انت مميزه ان انت مش عامله حاجه في وشك. ما بعملش حاجه في وشي، ما بعملش حاجه والله خالص، بصبغ شعري بس. أنا ده الاكستريم بتاعي، فاهمه؟ ما انا معاك. ما بالظبط، انت ما شاء الله زي القمر برده من غير اي حاجه ما شاء الله يعني. ف فكره بقى الانتقادات بتاعه ان الواحد ممكن يتخن، ممكن يخس، ممكن. بس ده عادي ان الناس لا بس دمه تقيل. اقول لك على حاجه، انا بتصور ساعات صور، انا ما بركزش، انا بحب اتصور زي ما الصوره تطلع، ولا بقف بطريقه ولا نفسي اعرف بس ما بعرفش. المهم يعني بعد ما اتجوزت حامل، بطنها شايفه، بطنها كبيره اهي، بصي من الجنب. لا الموضوع ده لبست واسع جدا. حامل، فاحنا طول الوقت تحت العين، تحت الميكروسكوب، مش فكره عين بس. رفعتي حملتي محملتي، هو الناس بتركز بس مالكيش دعوه. انت مبسوطه بايه؟ انا يا ستي مش مبسوطه دلوقتي بان انا اتخنت. والله انا مبسوطه. سيبوني في حالي بقى، انا مش عارفه اخس. طيب انت والله شكلك كده احلى، ربنا يخليك. حلو انت حلوه كده وكده، بس قصدي ايه، انت كنتي برضو رفيع قوي قوي قوي، فجربي التخن شويه. ايه يعني جربت مش عاجبني؟ هنخس. بحب الاكل قوي، عارفه بحبه قوي. احكي لي، بيبسطني قوي. والنبي قولي لي اخر حاجه عملتيها ايه في المطبخ لذيذ. بصي انا بعمل اكل بس ما بعملش اكل، يعني ما بعملش محاشي بقى وحاجات صعبه كده، الحاجات اللي هي عليا يعني. بالكريمه اللي هي اكل اللي فرنجي شويه، ماشي اعرفه. بس بعمل بسلة عادي. لا ده مش فرنجي، ده خضار عادي. لا انا بتكلم على الحاجات اللي هي ايه، الجراتان، الايمانسي. بعمل مثلا ستيك. ايوه بعمل ستيك حلو، ماشي. بعمل مشروم سوب حلو، حلو. بعمل شيم باستا حلو، حلو. بعمل رز بقى بجميع انواعه، بسمتي بقى، بشعريه، ابيض. بعمل الرز بعمله كويس جدا. بتعملي الاكل الاماراتي، كبسه يعني وبرياني و لا امي عليها اكل، ربنا يديها صحه يا رب ويخليها لي يا رب يا رب، هي وبابا يعني يا رب. مامي بتعمل شويه اكل
خارو يبقى هي السبب. هبقى اقولك يبقى هي السبب. انا طبعا زواقه جدا بسببها بقعد اقول لها يا ربنا يسامحك. طب لا وليه؟ طب انا عايز اقولك حاجه، انا مامتي مش بتعرف تطبخ خالص. بس انتي بتحبي الاكل؟ بحب الاكل جدا، بس انا بعرف اطبخ عادي ومش بعرف اخس بسهوله برضو عادي يعني. بتعملي بقى كل انواع الاكل وكده برضو؟ محاشي لا. انا بحب البراتان وبراتان وحاجات كده برضو. انا بحب ده، اصل هو يعني مع الوقت. اصل خلي بالك ايه، احنا زمان الخضار مسبك، لازم صلصه وسمنه وبصل ولحمه وشوحي ونزلي سوا. على فكره ومعظم الاكل لازم بصل وثوم وحاجات كده. بعمل بصل وثوم في الاكل بس ما بعملوش بالطريقه، ما بحبش الصلصه. ايوه ما بسبكش. متسبكه قوي دي بتبقى كبرت اكتشفت ان احنا ينفع ناكل نفس الاكل بس سوتي. اي انت عمرنا بتعملي حاجات هيلثي يعني في البيت وكده؟ جوزي بيحب الهيلثي يعني وكده. اه بس هو السوتي حلو. اكتشفت ان ينفع اكل خضار صحي بس طعمه لذيذ. حلو لذيذ. احنا واحنا صغيرين لو ما اكلتيش البسله مش هتطولي، والكوسه ما اكلتيش الكوسه مش هتتخني ابدا، لو ما اكلتيش السبانخ مش هتوردي. دايما في حاجه هتمنعك عن الحلاوه صح. والنمو صح. لو ما كده وكلها بعد ما كبرت اكتشفت انها تسد الشرايين وتجيب كوليسترول يعني يا جدعان انتوا كنتوا غلط. بس والله ما هم اهالينا هم برضو طلعوا كده كانوا غلط. اهالينا كانوا غلط. الاكل اللي هم بيعملوه بالطريقه القديمه غلط. انا بطبخ بالطريقه اللي هي تعتبر صحيه شويه وطعمها حلو. ليه لا؟ بس برافو صح. فاحنا بنعمل نفس الاكل اه بس بطريقه صحيه. الكوسه اللي عمري ما كنت اتخيل اني احطها في بقي. بتاكليها في السوتيه؟ طبعا. لا 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 بموت فيها. لا ما انا باكلها بالبشاميل بس، دي الحاله الوحيده مستحيل اللي انا ممكن اكلها. لكن مستحيل. اي حاجه تانيه كوسه دي ماليش جنبها. لان الكوسه لو طريت ما اكلهاش، لازم اكلها زي الخياره ناشفه ناشفه. لو استوت طعمها يبان، لو تشوحت ما تبانش. فانا يهمني اكلها عشان صحيه بس اكلها بالطريقه اللي تخليني انا لازم السوتيه ده. مش احنا قلبنا لك يا سيدتي، احنا السوتيه لازم اشوحه على النار. ايوه زيت زيتون او زبده وتوم مفروم وزعتر، ومؤخرا بقيت احط ريحان. الله عليك. لا ده انت ده ايه ده؟ انا مش عايزه اتكلم. ده في استاذه. قولي لي الباستا اللي بالجمبري بتعمليها ازاي؟ لا دي خلطتي السريه، دي طبختي. طب ما انا هقول. انت هتقولي على ايه؟ هتقولي على حاجه سبيشال عندك؟ طب اقول وتقولي بتحطي ايه؟ انا هقول لك. ده احنا كده بقى هنبقى في معلش يا جماعه قناه الطبيخ. عايزين تشيلوها شيلوها بس انا قفشت معايا اعرف هي بتعمل المكرونه ازاي. عندي فتافيت دلوقتي فتاكات. طيب دلوقتي عندي فتاكات. طيب بتحطي توم مفروم؟ طبعا. كريمه؟ طبعا. بعملها بينك صوص. وانا كمان يعني بينك صوص يعني بتحطي صلصه. بالظبط. بتحطي ريحان؟ بحط ريحان. بتحطي زعتر؟ لا انا بحط زعتر، بحط ريحان بس. محل مشهور بيعملها حلو قوي، قعدت وانا باكلها اعرف ايه المميز فيها، طلع انه بيحط ريحان وزعتر. على فكره الاثنين بقى، انا لما بعمل باستا ريد صوص عادي بحط الاثنين. كنت بحط ريحان بس في الباستا، اكتشفت ان الزعتر مع الريحان بيعمل. انا قصدي في الشريم باستا هتبقى حلوه جدا. ده اللي اقصده عشان انا بحطها في الريد صوص العادي. طيب بتحطي ميه المكرونه؟ بحط ميه المكرونه. ماشي. بتحطي مشروم؟ مشروم على ايه؟ الشريم باستا؟ لا هو جمبري بس. كنت بعمل كده، بقيت بزود المشروم والجمبري بشوحه على النار. يعني بحطه شوحه على النار لوحده، وبعدين المكرونه لوحدها، والمكرونه طبعا بسلقها لوحدها، والصوص بعمله لوحده، وبعدين بحط بقى ده كله على بعض كده. ماشي خلاص، احنا عرفنا منها الطريقه بطريقه. انت قاعده تساليني اقول لك جايلان واحد هندسه. ماشي موافقه مفيش مشاكل. عندك اي اضافه ثانيه نسيت اقولها للجمهور؟ اظن لا. ملح وفلفل؟ لا دي كده كده. انا بكلم بتحطي دقيق او حاجه؟ بتحطي موتزاريلا؟ بحط بارميجان. ماشي اي حاجه بس تخلي المكرونه تلب معانا. بحط بارميجان. ماشي. انا بحب البارميجان عامه، انا بحبها احطها على كذا حاجه يعني. لو حاجه بعمل جميلة على اي حاجه بكريمه بتلق معاكي كده، واخده بالك تيست جميل كمان طبعا. تدي كده. لا انا بحب شكلها يبقى بيمط معايا. انت خدتيني بقى على الاكل بقى والجمال ده. بس بحب الاكل جدا، انا بموت فيه، بحبه قوي خرابي. طب انت يعني من سن قد ايه كده دخلتي المطبخ؟
دخلت المطبخ لما اتجوزت. اوكي. يعني قبلها لا؟ لا قبلها عمري ما كنت. ممكن كان مثلا ايام ثانويه عامه مثلا كنت ممكن اخش اعمل كريب اونيون رينجز الحاجات اللي بنقزقز فيها واحنا بنذاكر بالظبط اخش كده اللي هو بس ده من ساعتها ومن ساعتها ما كنتش بدخل المطبخ. اخري عمل ساندوتش او حاجه يعني فاهمه اومليت او حاجه كده لكن ما لا ما اتجوزت بقى اضطريت ان انا ادخل المطبخ. اوكي. فتعلمت كذا حاجه وقالوا لي ان انا نفسي حلو في الاكل وان انا كم حاجه اللي بعملهم بعملهم كويس. انا اكتشفت ان الواحد مش لازم يبقى بيطبخ من وهو صغير قوي او لا. مركز قوي هي بتبقى تالنت يعني عندك يا لا وبتيجي في اي سن بالظبط كده يعني انت لو انت عندك الحته دي هتخشي المطبخ هتعرفي تعملي الريسيبي دي هتطلع حلوه جدا. اوكي. طيب وكميك اب عشان انا بشوف بس مواهبك دلوقتي كميك اب ارتست انت كنت بتتكلمي ان انت بتحبيه قوي وكده بس انت شاطره بقى ان انت فاهمه شكلك مش يعني طبيعي يعني انت مش بتستغلي حبك للميك اب ان انت طول الوقت نازله من بيتك فول. بس في ناس المهووسه بالميك اب بيبقوا رايحين يجيبوا حاجه من الكشك حاطين فاونديشن لا انا بكره بكره الفاونديشن يعني بكره احساس الفاونديشن على جلدي. وانا كمان بحس ان انا مش عارفه اتنفس. طب انت في التصوير بتحطي؟ بحط في حاجات بس طبعا في ازمه منتصف العمر ما كنتش بحط اي حاجه خالص. سيبك من الدور ده. في ادوار تانية كتير على فكره في زودياك مثلا ما كنتش بحط فاونديشن. كنت ببقى بلاشر وانا اللي بعمل نفسي. انت بتعملي نفسك؟ كده. والله انا بشوف ان ده احلى. اصل اكتر حد فاهم شكله وبشرته بالظبط. انا بقى بحس انه انا اكتر واحده عارفه انا شكلي هيبقى كويس في ايه. بس ده ما يمنعش طبعا ان انت قدام الكاميرا حاجه تانية مع الاضاءه مع البتاع بيفرق. فاهمه؟ بس انا ما بحبش احط ميك اب كتير. بس انت بتحبي تحطي لحد؟ احب احط لحد جدا. احب بقى اجيبك كده. انت اخواتك اخ ولد؟ عندي اخ ولد. انت لو عندك 8 سنين 8 سنين انت لو عندك اخت بنت انت كنت هريتيها بالظبط. بس انا عملت كده بقى مع صحابي بنات خالتي. كنت زمان بقى اجيبهم واقعدهم واعمل لهم قرايبي يعني اعمل لهم ميك اب صورهم. بحب التصوير جدا. كنت بصور. بتحبي تصوري؟ كنت بصور جدا. بحب اصور. ليه كنتي ليه مش بتصوري لحد دلوقتي؟ ما بصور كده يعني. بس طبعا كنت زمان وانا اصغر قبل ما امثل بقى وكده كنت متفر يعني كنت اللي هو مركزه في الموضوع عادي. ممكن اطلع فوتوغرافر. لسه بتبقي مش عارفه هتستقري هتعملي ايه بالظبط. كذا حد كان من صحابي يقول لي خليكي ميك اب ارتست انت ميك اب ارتست هتبقي شاطره جدا. مش عارفه ايه. بس لكن بعد كده لما بقيت بمثل بقى وكده فخلاص بقيت بركز في الجزء ده. تفتكري لو انت الحظ ما زهقتي كده وزهقتي وقررتي مش عايزه امثل تاني بس عايزه اشتغل ممكن تشتغلي ميك اب ارتست ولا فوتوغرافر؟ ميك اب ارتست. وممكن ابقى فوتوغرافر بس بيوتي شوتس يعني. ابقى بعمل ميك اب واصور زي ما كنت بعمل وانا صغير. عايزه اخد بيوتي شوتس معينه للجايلان مثلا عشان اعمل لها حاجه معينه شايفاها انا شايفه وشها ازاي. فالسبيشال افكتس بقى فكرتي ولا انت كنت يعني فارق معاكي بقى حته ان انت تعملي لا عايزه حد شكله حلو مش ان انا ازاي شاطره في الميك اب اكتر؟ مش فكره شكله حلو على قد ما كل واحد بيبقى مميز بحاجه معينه في شكله يعني. الناس كلها عندها حاجه حلوه في شكلها بس الفكره في ان انا اخد مثلا اكس وخلي شكلها بقى هو ده اللي بقوله. عايز شكلها يبقى احلى او تبين الحته ابين الحاجات الحلوة. الحلوه اللي فيها ابروز الموضوع ده. اوكي. ده مهم جدا يعني بحب كده. طب الجثه اللي قدامك دي لو انت مثلا دلوقتي مزه الله يخليكي لو انت قدامك دلوقتي باليتا كده وهتحط لها الوان هتختاري انهي حاجه تليق اكتر مع لون شعرك؟ مبدئيا كده انا هبقى محتاجه ان انا هسمرك شويه. انا بحب كده. بحب اعمل لون يبقى تان كده. وهيبقى ممكن على نود بنيات. صح. حاجات كده هتبقى لذيذه قوي قوي معاكي. صح. كفاءه البت دي كفاءه والله. ينفع والله العظيم كفاءه. انا بعمل كده اوريدي. ما بعرفش احط ميك اب خالص انا. ما بعرفش ده اللي هو ايه. بفضل ماسكه فرشه كده يقولوا لي فوشه كده فوشه كده يقولوا لي تعملي كده. انا بعمل كده على فكره. انا عايزه اقول معلومه مهمه جدا بالنسبه لكده دي. مش اي شيب وش يليق عليه الكده دي. وحيد ربنا
لا ما هو الواحد كنت مش فاكره هيبقى حافظ ومش فاهم، لان هو الناس عارفه ان هو الميك اب اعملي بالفرشه كده. لا على فكره يا جماعه، هو ممكن الشيب بتاع كل لا ثانية بني كده ادم مديحة اللي واخداها يعني هي تبقى مش كده كمان، تبقى من فوق لتحت. فوق لتحت من تحت لفوق، مش دي القصه. أنا بشوفهم بيعملوا كده في الفيديوهات انا كده. قصدي ان ممكن ما يليقش عليك، يعني ممكن يبقى وشك محتاج مثلا حاجه تانية، محتاج حاجه تيجي كده، ما تجيش كده. يعني هي مش انت فاهمه قاعدة. قصدي؟ مش قاعده طبعا، زي ما بيعملوا الكونتور بشكل مختلف. ما هو طب كل التنت أنا بعمل بلايط كده اهو، يعني بحط نقطة كده واعمل كده اهو. لو النقطة دي عملت واحد اتنين تلاتة، على ما اجي اليط الواحد دي تبقى تبقى عملت كده. علمت علمت قال علمت علمت. فانا اقوم ايوه حطها، ايوه ايوه علمت فالواحد لازم يليط بسرعة، صح ولا غلط؟ التنت. بس صح. يعني قشطه. مش او هقول لك على اقتراح لطيف جدا، حطي هنا ليطي، بعدين حطي هنا بقيت ليطي، بعمل كده، حطي هنا ليطي. بقيت بعمل كده، بقيت بعمل اسهل، كده. بدل بقى ما تبقى عندك كده وكده وكده. وبقى ايه الامتحان الاصعب ايه اللي هو الايلاينر؟ بيفرقني، بيفكرني بالفيزيكس. الايلاينر قال لك تجيبي بنسة تعمليها كده. في اختراعات كتيرة جدا. ايوه شفت انا الحاجات اللي هو ايه. وبعدين تجيب لك بقى ايه الديمو على واحدة مثلا امريكانية عملت ابتدى. طب والله يا بنت نجرب الموضوع ده، ادي البنسة ادي اهو، نمشي مع الخط. ايه ده، ايه ده يا جماعة، مش ممكن بجد طلعت اهو. يعني اجي اعمل انا بقى يطلع الفيديو فعلا تحسسك ان انت تحسسي ده الحياة سهلة، اختراع رهيب، الحياة سهلة الدنيا يعني على ايزي رأي خالص. مجدي عبد الله قال لك اهي، يعني اهي اهي فعلا. والله العظيم امال مش خط جاي معانا ليه؟ طيب انا خط مش جاي معايا ليه؟ خط طيب بص لفوق اللي هو يا ابني انا كنت الفيديو عامل كده، انا ليه عامله كده، انا ما اعرفش، حسبي الله. فيعني هو انت بتعرفي تعملي دلوقتي بقى. الايلاينر انا من وانا صغيره جدا برسم رسمه الايلاين، باكتر حاجه بحبها. اللهم انا صل. كمان كنت بحب الرسم جدا وانا صغيره. ما اكيد كنت بحب الرسم قوي، بس اكيد. اكتر حاجه برسمها العيون. بحب، كنت ارسم عيون جدا وانا صغيره. حاجه ما من خيالك، مش تقلدي يعني، انت من خيالك لا تقعدي من تمسكي خيالي كده الورقه امسك والقلم اعمل وتعملي. عينين، حواجب، مش عارفه ايه. فنانه فنانه مكتمله الاركين. 7 صنايع. لا بس البخت مش ضايع ماشي الحمد اوكي لله. لا اوكي ما تقوليش كده، لا هنودة. لا لا يا اوعي لا يا قمر، ما اوعي. اقدرش ما اقدرش خلاص شويه. طيب انت باباكي بيلعب، كان في الفريق الزمالك صح؟ انا مش عارفه والنبي. يعني طريقة إلقاء السؤال ايه رأيك؟ رهيبة، ايه رأيك؟ مش ممكن. ما بفهمش في الكوره أنتي خالص باباكي بيلعب في صح؟ نادي ادي باباكي كان العب، في فريق نادي الزمالك. كان العب في الزمالك صح؟ باباكي كان العب في أموت الزمالك أموت. باباي كان ألعب في نادي صح؟ زمالك. وانت قلت مستر ان انت هاج عبد الغفور. الزملكاويه عشان هو أنا مستر هاج زملكاوية. عبد الحليم بيلعب. أنا زملكاوية زي بابايا بالظبط. طب الحمد لله. طب معلوماتك الكروية رايحة فين؟ هيلين؟ yes مفيش nothing. nothing. ده هو عارف؟ هو عارف صح. يعني ضربة الجزاء؟ أني لا تعرفي لا يعني ايه؟ بتاع بابايا حاجات عن بابايا. ايوه لا طبعا عن بابايا اعرف حاجات، بس انا بتكلم على في اللغة، المطلق اللغة دلوقتي. بتاعت لما تتفرجي على ماتش. يعني انا الماتش بالنسبة لي ان دي شبكة دخل فيها كورة، يعني ده جون، يعني كسبنا او لا في اوف خسرنا. سايد بقى، وفي تفهمي الحاجات دي؟ شويه. طب ما تشرحي لي، الله يبارك لك. عايزه اشرح لك ايه يا جلال؟ انت جايه جايبني هنا تهزقوني ليه ليه؟ انا بسألك على مستر هاج عبد الحليم. مستر هاج عبد الحليم. فمستر هاج عبد الحليم، طب قولي لي انت ايه اللي باباكي عارفه مثلا، هو يعني حافظه تاريخه وعارفه هو عمل ايه؟ بصي والله هو انا اعرف له موقف مثلا، هقول لك ان هو كان خاطب مامتي، وهو كان اهلي والزمالك، ماتش مهم جدا طبعا في السوبر، بيقولوا السوبر، السوبر. السوبر في في السوبر. السوبر. انا ما اعرفش الحقيقه الفرق بينهم برضه، يعني هو السوبر كاس ده حاجه، السوبر، في في كاس الدوري، ماشي، كده، كاس الامم الافريقيه، الافريقيه. لا ده ده انا كاس العالم بقى نطلع ل... لا ده عارفاه. ماشي. السوبر بقى. السوبر ده عمل ايه في السوبر؟ فاه كان ماتش الاهلي والزمالك، ده كان حوار كبير يعني، حوار كبير. حوار كبير قوي. خلي على فكره والله العظيم انت اللي والله قلتي، ما هينفع، انا سألت السؤال انت والله ما حورتيه هينفع. لروزالين. انا مالي، انا كنت بتكلم لا عادي، والله العظيم كنت ده بتكلم انت زي فاطمة. قطعت الكلام كده.
انا كنت بتكلم زي فاطمه كشري في فريق النادي الزمالك. اوكي هو كان بيلعب في السوبر وهو كان عن جاله ضربة جزاء. اوكي ودي اللي كانت ضربة جزاء بينالتي. اوكي فده اللي كان هيبقى الحاسم في ان اللي يكسب الزمالك طبعا. ده بجد عاتق ومسؤوليه كبيره قوي. وانا مامتي زملكاويه جدا جدا. والله مامتي متعصبه اكتر من بابايا. يا سلام والله العظيم. ده غريبه جدا والله العظيم. مامي ما بتتفهمش يعني ممكن بابايا يعني يتفهم لا مامتي لا. اوكي المهم طبعا طلع كان ساعتها معايا عربيه مشهوره جدا كان واخدها برضو عشان ماتش ومش عارفه ايه قصه كده. فعربيته كانت معروفه ما خدهاش عشان هيتضرب. ناس زمان كانت بتكسر عربيات وكده. هو طبعا بيحكي لي انا ما اعرفش يعني كنتش موجوده ساعتها. بس فطلع ركب تاكسي راح عند بيت اهله ولقاهم كلهم قلبين عليه طبعا. فقال لك اروح لمين؟ لمراتي حبيبتي بقى خطيبتي الحنينه الجميله صدر الحنين صدر الحنين آه. راح لقاها راميه صورته مكسره على الارض وقالت له تعالي اللي جابك هنا وبتاع وهزقته وبتاع. ليه ام هند كده؟ عشان ده ضربه ضيع كاس السوبر. طب هو يعني بمزاجه يعني الراجل ربنا ما وفقوش ما يعني هو بقى الناس والتاكسي اللي كان راكب معاه ما خدش باله ان هو طبعا الحمد مش لله. مستوعب قاعد يشتم فيه قد كده يا عيني. وفي الاخر هو بيحاسبه قال له انا اسف يا كابتن وبتاع. له لا انت عندك حق بصراحه انا ضيعت حاجه كبيره قوي بالنسبه لك يعني. ايوه يا جماعه هو ايه ده؟ هو مش بمزاج الراجل يعني هو اكيد من جواه عايز يكسب. هو اكيد بس ما توفقش. طيب انت في موقف زي ده لو انت بقى موجوده كنت تعملي ايه؟ كنت هقول له معلش بابا معلش هارد لك وان شاء الله تعمل حاجه احسن في المره الجايه. عادي طبعا عادي. اكيد هو المفروض ان ده كان يبقى هو انا يعني مثلا لما هاجي هتضايق ولا هقفش ولا هعمل ده هيغير حاجه؟ بالعكس. لا هو بس معنويا المفروض اقول له معلش خلاص اللي حصل معلش هي طنط كانت بس منفعله شويه مش مشكله معلش خلاص انسيها لها بقى دي من زمان. دي قلبك دي حبيبتي بتعمل برياني. لا دي ما تزعليهاش تعمل كبسه ما تزعليهاش وانا مش هزعلها برضه اني هدوقها باذن الله في المغرب. المهم طيب انت علاقتك بباباكي حسيتها عامله زي عريس من جهه امنيه كده؟ شويه بس احنا توم اند جيري قوي يعني. بجد؟ يعني لما بنقعد مع بعض ان نتناقش في موضوع بس خلاص نقر ونقير. يا لهوي. اوكي طب مع اخوكي بيعرف يتكلم بهدوء اكتر ولا هو الشخصية اب صعبة فالولاد تفكيرهم غلط او مش؟ لا هو بابا يعني لما بيبقى عايز يوصل حاجة معينة بيبقى مقتنع بيها يعني بيبقى هو كده. انا مش عايزة يعني اقول ان دي حاجة وحشة لان انا واخده منه حاجات كتير جدا. احنا حمائيين شويه يعني. انا ممكن لما عايزه مثلا بكلم جايلاند دلوقتي فبقول لك حاجه فانت ممكن تبقي مش مركزه معايا. مش قصدي اتعصب عليكي. بس هتلاقي تون صوتي عالي بعمل كده شويه. ركزي معايا ركزي معايا يعني عارفه اللي هو بس انا مش قصدي ان ده يبقى رودنس ولا ان انا بتعصب عليكي او بضايق. فهمتي قصدي؟ اوكي بص لهاش بقى دلوقتي لحسن شكلها مجنونه. ازيك يا جايلان عامله ايه؟ مركزه؟ تخيل دي المكالمه. ايوه يا جايلان عامله ايه يا روحي؟ ايوه يا جايلان معايا. انت مجنونه يا امي. لا والله انا مش للدرجه دي يعني. بس اللي هو غصب عنك لما بتحسي ان حد مش سامعك بتبقي عايزه توصلي له المعلومه هتعمل ايه؟ طيب والله بعمل زيك بالظبط. انا قلبتي بتضحك بقى ان انا مش سموث. انا بحدى يعني بتكلم عادي انت معايا كده فجاه. حد بيعمل كده فجاه بيقولوا لي ان انا بعمل كده. ايوه ما بحسش. ايوه يعني بيبقى هو بيبقى حاجه اوت اوف كنترول. انا بيبقى دي شخصيتي بس اصحابي بيقولوا لي ان انا ليا ليكي طالعه كده فجاه وشي اكسبريشنز وشي. انت قفشتي مفضوحه هتلاقيكي كمان. قلهم لا انا ما قفشتش بس بتكلم بجد دلوقتي. بس انت هتلاقي ملامحك بتفضحك. انا ملامحي ما تعرفيش تمثلي. يا لهوي ملامحي يبان عليها كل حاجه. كل حاجه. طيب عايزه اسالك على انت كان ليكي تجارب كتير مع ناس مهمه بس اكتر تجربه بالنسبه لي انا لما حطيت نفسي مكانك وانا بتفرج زمان من قبل ما يجي في بالي ان احنا ممكن نتقابل تجربه مع الفنان عادل امام. دي بالنسبه لي
من احلى الحاجات اللي انا وانا قاعده بتفرج كده انه الله على الفرصه الحلوه. يعني بصي بجد دي من احلى الحاجات اللي حصلت لي برضو في حياتي يعني فعلا والله. انا لو جات لي وقالوا لي ان انا هشوفه كل يوم وهمثل قدامه غالبا هرفض من الخوف، من كتر ما انت مش هتبقي مش مستوعبه، هبقى فاهمه، مش هتبقي مستوعبه هو هيتعامل معايا ازاي، خاف انا هتعامل معاه ازاي، هبقى عايزه اذاكر كويس قوي لحسن اغلط قدامه طبعا. في توتر رهيب هينتبني لو انا جايلان جات لي الفرصه. انت عملتي ايه وكنت كمان صغيره؟ هقول لك انا كنت مرعوبه وما كنتش مصدقه نفسي طبعا زي ما انت قلتي كده. واول يوم تصوير جم قالوا لي استاذه عايزك، فقلت لهم استاذ مين؟ انا استاذ فيهم. قالوا لي استاذ عادل. قلت له استاذ عادل عايزني انا؟ قالوا لي ايوه استنيك في البلاتو. فهو يا حبيبي ربنا يديه الصحه يا رب يا رب كان عايز يشوفني قبل ما نصور عشان يكسر الحته الخوف. دي، لان هو عارف ان انا هيبقى عندي رهبه وهو عارف ان انا هبقى مرعوبه وخايفه، فكان حابب ان هو يخلي الموضوع سموذلي يبقى تمام ولذيذ ومش عارفه ايه، فنقعد ندردش مع بعض. فروحت استقبال فظيع فظيع فظيع، وقعدت معاه وقعد يحكي لي بقى قصص، وتسمعي بقى قصص الزعيم يعني عارفه. هو إيه اول ما شافك فاكره قال لك ايه؟ قال لي ايه ده ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده؟ وراح مسلم عليا يا حبيبي وراح مقعدني جنبه ربنا يديله الصحه حبيبي. وابتدى بقى ايه يتكلم معايا وقال لي انت اشتغلتي مع يسرى ومش عارفه، ويحكي لي مواقف وتاريخ بقى. كان فوق مستوى الشبهات الاول بالظبط. اه ده من اهم الحاجات طبعا طبعا اللي عملتها طبعا. فقعد بقى يحكي لي مواقف وحاجات، وطبعا انا كنت مبهوره جدا فكره ان انا قاعده مع استاذ عادل امام وهو بيتكلم معايا عادي كده، هو بيحكي لك وبيفكك، هو اللي بيبريك ذا ايس علشان انت تبقي مرتاحه، انت فاهمه؟ فالموضوع كان جميل، حلم. اه طبعا مش حقيقي، ده مش حقيقي. بس انت خلاص بعد ما دخلتي اول مشهد وعملتي كويس وعدى بقى بالنسبه لك باقي التصوير انت تمام؟ لا ستيل برضو كان في عندي رهبه. ده في كل مشهد؟ مش في كل مشهد طبعا، الموضوع اكيد تحسن قبل ما اشوفه. بس ستيل برضو يعني اصل انت بتتكلمي عن حاجه ليجند يعني. أيوة. فاهمه؟ فطبعا لازم تبقي واخده بالك جدا وكيرفل جدا ومش عارفه ايه وبتاع عشان الموضوع مش بسيط. بس هو بصراحه يعني ربنا يديله الصحه، انا الاكسبيرينس بتاعتي مع استاذ عادل امام من احلى التجارب، ومن بالنسبه لي انا دخلت التاريخ يعني ان انا وقفت قدام استاذ عادل امام. طب مين دلوقتي نفسك ان انت تعملي معاه؟ في ناس كتير قوي، في ناس كتير، ناس كتير قوي، حاجات كتير قوي، حاجات كتير، ناس كتير، شين ناس كتير. لا انا نفسي اشتغل. قولي حاجه واحده من ربنا كتب عليها. ايوه قولي حاجه واحده من ربنا كتب عليها. يعني دكتور يحيى الفخراني نفسي اشتغل معاه جدا. طبعا دكتور يحيى الفخراني حضر لي العرضين بجد مسرح من اللي انا عملته. دي حاجه تسيب الركب والله العظيم. تصدقي بقى دي حاجه حلوه والله قوي. العظيم. وقال لي انت جميله وانت شاطره وانت، وايه الصوت الجميل ده، ايه الاطراء الحلو. اه والله شهاده كبيره برضو. قوي قوي يعني. بس للاسف لسه ما حصليش الشرف يعني ان انا اشتغل مع دكتور يحيى الفخراني. نفسي فعلا. في نجوم كتير طبعا نفسي اشتغل معاهم، لو قعدت اقول لك بقى من هنا مش هنخلص. طيب انت بما انك بقيت 32 دلوقتي، التجارب دي كلها حصلت في العشرينات تقريبا، كنت انت صح؟ اه كنت انت لسه. انا من ساعه ما بدا، انا لما تميت ال 30 كنت بعمل ازمه منتصف العمر. اوكي انت في العشرينات دي بقى انت جربتي وعشتي كل التجربه دي. وانا بالنسبه لي ما كنتش اشتغل في العشرينات غير لما اشتغلت في الثلاثينات، حسيت بفرق في كل حاجه، في شخصيتي وفي خبرتي وفي طريقه تعاملي مع الناس، وانا نضجت اكتر واخدت اكسبيرينس اكتر. يعني انت بقى العشرين للثلاثين ده حاسه بفرق فيكي في التمثيل وفي الشخصيه، ولا حاسه ان انت لسه عشرين زي ما انت؟ لا حاسه طبعا. انا هند نفسها اختلفت تماما عن يعني هند اللي من 5 6 سنين غير هند اللي قاعده دلوقتي بتتكلم. تماما. في تفكيري، في احاسيسي،
في ردود افعالي هديت ولا عليت؟ لا هديت قوي وبقيت في حالي قوي وبقيت ما شفتي الزهد اللي انت اتكلمتي عليه ده. انا بيجي لي اوقات كتيره جدا ببقى زهده. صغيره على الزهد ده دلوقتي؟ لا ببقى زهده في اوقات كتيره قوي ملهاش علاقه بسن والله يعني. طب الوقت اللي انت المي تايم بتاعك ده بيبقى ايه؟ بيبقى بتبقي قاعده المي تايم؟ مفيش مي حاجه بقى. لا ببقى قاعده بقى. لا في بس ببقى قاعده بتفرج على افلام حلوه. بحب قوي اقعد اتفرج على افلام. اوكي دي مذاكره بالنسبه لي يعني. بحب اشوف حاجات من هنا ومن هنا ومن هنا, جونر مختلفه, حاجات ممثلين جداد. بحب الكرتون قوي. حلو. انا مي تايم بيبقى فيه كتير كرتون والله لحد وقت مش هيتغير. هو غالبا مش غلط يعني, شكله مش هيتغير كده. واضح ان انا حد يعني اتنرفز يعني هو واضح كده. والله واضح انه مش هيتغير, صح ولا ايه؟ لا انا ما عنديش مشكله. انا يعني حاسه ان شاء الله اذا ليا عمر يعني لو عندي مثلا 50 سنه حاسه عادي ان انا هفتح برضو كرتون وهقعد اتفرج عليه. لا مش غلط ولا ايه؟ عادي غلط. يعني صح. بص انا الكرتون بالنسبه لي ثلاث حاجات, لاين كينج, مرميد, سنو وايت. ايه ده ما شفتش؟ طبعا كلاسيكس, طبعا 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 حلوين كلاسيكس. ما شفتش غيرهم. ده انت فايتك كتير قوي. ربنا ما اعرف ازاي ده انت حتى فنانه. اقسم بالله ده هم دول ليفل الكرياتيفيتي عندك هيبقى في حته تانية خالص. ده انا هم دول. شوفي يجي لاين كينج في اي وقت تلاقيني قاعده. طبعا تحفه. غيره بقى ما تلاقي يعني. انا ما عنديش مونستر انك شفتوش؟ صوت محمد هنيدي مثلا. شفت ألادن لما كانوا بيدوه زمان بقى انت ما كنتش توعي. لا لكن تيكي واحنا عملنا دعايه مش مشكله. الوجبات اللي هي الكيدز ميلز والحاجات دي. لا طبعا بوكهانتس. علاء الدين بالعربي كان. علاء الدين بالمصري كان عسل. وبوكهانتس ميد صح. كنت بروح اجيب الهابي ميل دي او الكيدز ميل دي عشان اخد الشريط الفيديو ده. يبقى انت حضرتي واقعد اتفرج. طبعا. لا ازاي ده انا ده عز. الله ايوه. لا بالعكس دي كانت بالنسبه لي احلى حاجه. لما بتحبي تغني اكتر بتحبي تغني الاغاني بتاعه البرنسس بقى لما قابلت البرنس في مش عارفه ايه الحاجات اللي هي الحلامه دي؟ بحب بس انا لما بغني حاجات قديمه. لما بقعد ادندن. تدندن انجلش ولا عربي؟ بغني انجلش وبغني عربي. بس طبعا ان الاكتر انا بغني عربي لان انا لو غنيت هغني عربي يعني. لو عملت حاجه هعملها عربي مش هعملها انجلش. بقى قبل انت تحبي ولا لا؟ فتحبي ولا احب اغني؟ اه ممكن اغني حاجه والله. ماشي انا هقولها وانت غني. طب غني كده. لا انا هقول. انت بتغني على فكره بتعرفي تقولي. لا انا هقول. انت بتعرفي تقولي. انت قولي اللي هي اللي انت بتقوليها قبل ما تغني دي. ايوه ماشي. انت هتقولي وانا هقول ايه؟ ما هو انا مش عارفه الاغنيه. طب انا بشوفهم بيعملوا على اغنيه اللي وانت غني. انا عمري ما حد طلب. انت اللي هتغني مني. انا عمري ما حد طلب مني يقول لي مثلا غني حاجه قمت عامله وبتغني. الناس كلها بتعمل وتغني. انا لا انا بخش في الموضوع. بخش في الموضوع على طول والله. انا ما اعرفش احنا لسه هنعمل كده. انت لا غني على طول. اصلا مش بروفيشنال يعني. فعلى الله يعني عامل ايه بغني ايه؟ مسخره والله. الله يبارك لك. والله قولي لي هتغني لمين طيب كده عشان اشوف هسلطن قد ايه. مش عارفه انت ايه. عايزه السلطن. طب قولي لي قولي لي اقتراح. لا قولي انت بتحبي ايه. ما انا هذا انت تضيفه. انا بغني حاجات كتير قوي. يعني ممكن بغني الفيروز, بغني الورده, بغني وردة شيرين. بحب ورده. تحبي ورده؟ تحبي ايه الورده؟ يا رب ابقى حاجه بس حافظه. بحب في يوم وليله وبحب لولا الملامه. انا كل ما اجي اعمل دي افتكرك. والله هفتكر هضحك ومش هغني. لا لا الموضوع هيبوظ. هتغني والله. الموضوع هيبوظ خالص. لا والله هتغني. يلا اعمليها. مش هعملها زي دي. طب بتحس هعملها. طب ايه بتحب ايه في اللي انا قلتهم؟ هموت. لا لا ماشي. ممكن لا عملتها برضه. هي على فكره حاجه شعريه يا جماعه. والله العظيم هي حاجه فعلا. اللي انا عارفه ان ده صح عشان بتظبطي الطبقه مع ال. والله هضحك. طب والله اهو يلا. طيب خلاص. بصي ممكن اغني لولا الملامه مثلا. يا ريت. عشان بتوتر لما باجي اغني. ما اعرفش المعلومه دي انا قلتها ما قلتها لكيش. لا بتوتر. ما سمعتهاش في حاجه قبل كده الا على المسرح.
ببقاش شايفه قدامي اساسا. مش مهم ده طبعا انا هطبلك. يلا. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي على الهوى زي اليمامة. مش قادره، عايزه اضحك والله. طب انت عشان متوتره؟ متوتره وعايزه اضحك الاثنين، فهحاول ان انا ضحكت قوي. انت بتضحكيني. طب ابداي كده وانا هقول معاكي وهسيبك. هتغني معايا؟ طب يلا وهسيبك في النص. يلا ابداي وانا عشان اشوف طبقتك. يلا. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، واطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة، انا بخاف الملامة واهمل الملامة. تسقيفة يا جماعة. اتحمستي شوية؟ خشي في اللي بعدها. يلا يا مامي. يلا عايزة شوفي انت حابة ايه بقى. انا اخترت وردة، شوفي انت عايزة. سألوني كتير، سألوني كتير، سألوني سألوني علي ايه بتحبي. ايوة ايوة وهنكر ليه، بصوا لي ملام وقالوا لي كلام جراح. فرشوا لي الارض، فرشوا لي الارض دموع والشمس جراح. كل ده كله عشان حبيت، ولا عشان قلت انا حبيت؟ كل ده كله عشان حبيت، ولا عشان قلت انا حبيت؟ لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، واطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمر اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة واهمل الملامة. شكرا يا هند والله العظيم. حاجة زي غني العسل وحاجات ربنا. العسل والله. شفتي الدخلة؟ شفتي الدخلة عملت على فكرة لولاكي؟ لولا الملامة. لولا بجد بجد لولا الملامة كنتش ما كنتش غنيت. هند انت نورتينا حبيبتي وكانت والله. قاعدة لذيذة جدا. انا اتبسطت معاكي. وانا قلت لها انه يعني انا كان نفسي القعدة دي تبقى في الحقيقة، فهي بقت معاكوا، فانا قعدت معاها كأن انا قاعدة بالظبط في الحقيقة جدا. في الحقيقة جدا جدا. وكل الأسئلة اللي كان نفسي اسألها سألتها. اتمنى ما كانش في اي حاجة لا ما فيش اي حاجه. بالعكس ده انت على فكره لله. عايزه اقول حاجه، انت من اكتر الناس اللي هو انت ما قلتليش حاجه تضايقني اصلا ولا سؤال اللي عشان حساسه. لا بس مش الدرجات دي يعني. مش علشان شفتك بتتكلمي في الموضوع ده كتير، فانا كنت قلقانه كده حاجه تيجي كده تعصب عليا. بس لا لا والله ابدا يا حبيبتي ما اقدرش والله. بس فعلا انا اتبسطت قوي معاكي. طب الحمد لله. وانا كمان والله حلقه لذيذه جدا نورتينا. يا رب تعجب الناس. لا هتعجبهم. وغني كتير، غني كتير والله. اصل انت ممكن على السوشيال ميديا يعني يعني الانستجرام وكده، انت مش بتنزلي كتير قوي فيديوز اكتر يعني عن الغنى؟ لا للاسف. طب ما تنزلي يا ماما، الناس بتحب تسمع حاجات حلوه، ولو بتحب الكاركتر كمان اللي بتغني وعارفينها فبيستقبلوا الموضوع بشكل مختلف. اوكي. فيعني محتاجه اهتم بالموضوع. هقول لك كده بعد ما خلاص هي طلعت كده يعني. أيوه. اعملي كده. محتاجه اهتم بالموضوع. اعملي كده علشان صح. بجد هو يعني ده ربنا مديكي موهبه زياده حلوه.
والواحد يبقى محتار يعمل ده ولا ده، اعملي الاثنين طالما عندك، وخلي الناس تستمتع بالاثنين طالما تقدري تمتعيهم، ليه لا؟ فارجوكي زودي يعني، وعديني. From this eye and this eye. انتصار. من هنا الاثنين. من عيني. من عيني الاثنين. حبيبتي قلبي نورتيني. شكرا انك كنت معانا النهارده، كانت حلقه لذيذه جميله متنوعه متالقه مع هند عبد الحليم، نورتنا. وحلقه من قهوه بلبن بودكاست الجميل اللذيذ اللي بتحبوه اللي بتستنوه، استنونا الحلقه اللي جايه ان شاء الله. باي باي.